يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يثبت قراءة سورة ياسين على المحتضر؟ لا، هو ورد في حديث لكنه لم يثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فبناء على ذلك لا تقرأ عنده سورة ياسين، وإنما الذي ثبت أنه يلقن لا إله إلا الله، لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، فإن من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. نعم.